خمس ثوانيات ده خمس خواصين وصفر كده جاهز. ايوه بسم الله. تم افتتاح ثلاث مراكز في مدينة الباب لأخذ المسحات. المركز الأول مشفى مدينة الباب، والمركز الثاني في مركز زمزم في مدينة الباب أيضا. المركز الثالث اللي هو في مديرية الصحة يتم أخذ مسحات بشكل يومي ما بين 40 إلى 50 مسحة. طبعا يتم أخذ المسحات وفق الشروط الموجودة في بيانات المريض، ظهور الأعراض على المريض أو مخالطة المريض لحالة إيجابية. اسم الموت سوار. طبعا.